بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة اكسسوارات مدام هويدا بحييكم. النهاردة هنشوف هنعمل مفرش دائري بالغرزة الخماسية والغرزة السداسية والسباعية. انا ده مفرش اهو، انا استخدمت فيه خرز شفاف مقاس 10 دائري او المدور. بقى المفرش الدهلي بالمنظر ده كده. دول ثلاث الوان، بني واصفر ذهبي وابيض. هنعمل دلوقتي مفرش زيه ده كده كده على الوش بتاعه اهو. تعالوا نشوف لو انا قلبته. بيبقى جميل في الاثنين. تعالوا نشوف دلوقتي هنعمل مفرش زيه ونشوف هنعمله ازاي. دي ادواتنا. ده خرز الدرس مقاس 10 شفاف ازرق، ده خرز مقاس 10 درس برضو ابيض وشفاف، ومعايا الخيط الصنارة مقاس 60 ملي متر، ومعايا المقص. يلا بينا نبدأ. بقص الخيط بتاعي. قصيت الخيط بتاعي وهدخل 6 خرزات من الازرق ده. 6 دخلت كده، 6 خرزات. هعمل غرزة سداسية المنظر ده كده، واسمع صوت العقدة كده. غرزة سداسية. على كل خرزة من دول هعمل غرزة خماسية. خماسية يعني هعمل 5 على 1، ادخل 4 خرزات عشان انا عندي خرزة. هدخلهم من الابيض بالشكل ده كده. عملت اول غرزة خماسية. بنفس الطريقة هعمل على كل خرزة غرزة خماسية. خلصها وارجع لكم. نسيت اقول لكم ان انا هنا عندي خرزتين، فهدخل 3 خرزات ابيض علشان تبقى 5. هدخلهم بالشكل ده كده. وهكمل بنفس الطريقة. يبقى انا كده عندي 3 خرزات اهو، محتاجه خرزتين. ادخل 2 من ده العقدة. وادخل كل طرف الخرزة اللي كانت كده. كده انا عملت اول صف. اول صف عندي كان غرزة سداسية 6 خرزات. تاني صف عندي غرزة خماسية. هنعمل دلوقتي الصف الثالث. انا هنا كده طلع عندي 12 خرزة. هعد كل يعني كده 6 غرز خماسية، كل غرزة طلع منها واحدة، هي طلع منها 2 كأنها توأم. يبقى انا عندي هنا كل واحدة 12 خرزة. على 12 خرزة دول هعمل على كل خرزة منهم غرزة خماسية برضو على 1. تعالوا نشوف. ادي هنا اول واحدة. يبقى انا كده هطلع دي كده عشان هعمل 5 على 1 بالطريقة دي كده. هبدأ هنا عندي خرزة واحدة، هدخل 4 خرزات، وبرضو هعملها من اللون الابيض. هعملها بالتبادل. اول واحدة ابيض، التانية هتبقى ازرق. هنا عندي خرزتين، هدخل 3 ازرق بالشكل ده كده. بقت غرزة ابيض والتانية ازرق، وهمشي ده يبقى القاعدة بتاعتنا اللي هنمشي بيها اساس المفرش كله. واحدة بيضة وواحدة زرقاء، وهكمل وارجع لكم تاني. كده انا خلصت الغرزة الخماسية وطلعت عندي 12 غرزة. في الاخر الخيط طلع من خرزتين.
كل اتنين اهو. الاحظ هنا ان كل خرزة بيضة جنبها زرقاء، بيضة جنبها زرقاء، وهكذا. هبدأ بقى اعمل ايه دلوقتي؟ هعمل غرزة سباعية على اتنين، يبقى كأني هحط 5 خرزات على الاتنين. هنا عندي واحدة زرقاء وواحدة بيضة، يبقى انا هحط 5. ممكن احط 3 ازرق واتنين ابيض زي ما احب. تعالوا نشوف. ثلاثة أزرق، اثنين أبيض، كده سباعية اهي. هنا 4 وهنا 3، وهكذا بقى همشي في الصف كله بغرزة سباعية بالطريقة دي كده. هنا عندي 3 خرزات، كل مرة يبقى عندي 3 خرزات، عندي 2 ابيض و1 ازرق. انا كده فاضلي على السبع 4 خرزات، احط 2 ابيض و2 ازرق. احط الابيض الاول بعد كده الازرق. بالشكل ده بحيث الابيض يتقابل مع الابيض والازرق مع الازرق. بنفس الطريقة هخلص الصف وارجع لكم. كده انا وصلت لاخر خرزة، لاخر غرزة سباعية. بقى عندي 4 خرزات، 2 ازرق و2 ابيض. ناقص لي كده ادخل كام خرزة؟ 3. ال3 هعمل فيهم ايه؟ هدخل 2 ابيض و1 ازرق. واحدة ازرق كده. كده انا عملت، خلصت كده الغرزة السباعية. هنشوف بقى ايه اللي هيحصل. كده عندي الغرزة السباعية اهي. هلاحظ هنا فوق في عندي 3 خرزات، خرزة هنا في الوسط اهي واحدة لوحدة، والخرزة اللي على الطرف معاها خرزة هنا توأمتها اهي، والتانية دي معاها التوأم. هعمل ايه بقى الصف اللي طالع بعد كده؟ على الخرزتين هعمل غرزة سداسية ادخل 4 خرزات، وعلى الخرزة الواحدة هعمل غرزة خماسية برضو ادخل 4 خرزات. تعالوا نشوف. هنا عندي 2 ازرق، ده ادخل 4 ازرق. يبقى انا كده عملت غرزة سداسية اهي. هنا الخرزة اللي جنبها هعمل غرزة خماسية، عندي 2 خرزات، يبقى هعمل احط عليهم 3 خرزات، وعندي 3 خرزات احط فيهم 2 ازرق و1 ابيض. بالشكل ده يبقى عندي غرزة سداسية وغرزة خماسية، الاتنين دول هيبقى عليهم غرزة سداسية ودي خماسية بالطريقة دي، وهخلص وارجع لكم. بكده انا خلصت هنا غرزة خماسية جنبها سداسية، خماسية سداسية، وكده الصف خلص. بعد كده هلاحظ هنا ان في الصف ده كل خرزة طلع منها 2، فهبدأ اعمل في الصف كله غرزة سداسية. يعني ايه سداسية؟ من 6 خرزات، عندي هنا 2 يبقى هحط 4. حطيت 4 خرزات وعملت غرزة سداسية، ودخلت جنبها 3 خرزات، هحط 3 عشان تبقى غرزة سداسية. نفس الطريقة هلف على الصف كله وارجع لكم تاني. هعمل غرزة سداسية. بكده انا خلصت الغرزة السداسية في الصف كله. كده يعتبر المفرش بتاعنا خلص، بس هو كده صغير، علشان اكبره هكرر تاني. هبدأ الغرزة السباعية، بعدها خماسية، بعد خماسية سداس، بعدها ايه سداس. هنكرر بالطريقة اللي عملناه هنا، هنعيده تاني هنا. يبقى انا كده هبدأ بغرزة سباعية، يبقى 5 على 2.
كده غرزة سباعية، هكمل الصف كله وارجع لكم تاني. بكده خلصت الغرزة السباعية وبدأ المفرش يكبر. هنعيد تاني بعد ما عملنا هنا السباعية، عملنا بعديها ايه على الخرزة اللي الواحدة غرزة خماسية، وعلى الخرزتين غرزة سداسية. يعني كأن اللي انا عملته هنا بكرره مرة تانية عشان المفرش يكبر. هعمل انا دلوقتي الصف اللي جاي ده هعمل غرزة سداسية وغرزة خماسية واخلص وارجع لكم. بكده انا خلصت الصف اللي هو الغرزة الخماسية مع الغرزة السداسية، وبدأ المفرش يكبر وبدأت الكيرفات تبان. لو انا عايزة اكبر من كده اكبر، ان انا بكرر الغرز دي مرة تانية. الصف اللي جاي هعمل غرزة سداسية والفها على الصف كله، هخلصها وارجع لكم تاني. انا كده خلصت الغرزة السداسية والمفرش بقى شكله جميل وروعة والكيرفات واضحة، وانا هكتفي بالقدر ده علشان الفيديو ما يطولش. لو انا عايزة ازود مساحته او اكبره اعيد تاني واكرر تاني من الاول الغرزة السباعية. كده الفيديو بتاعنا بينتهي. اضيف لكم المفرش التاني ده، كان هنا كده انا زودت هنا غرزة سباعية وبدأت دور تاني او صف تاني كده. ده طالع كبير وده طالع صغير. بتمنى ان الفيديو يعجبكم، وحبايبي اللي لسه ما اشتركوش اتمنى ان هم يشتركوا معانا. وما تنسوش اللايك والشير، وبحبكم في الله، وما تنسوش تفعلوا الجرس. مع الف سلامة.